بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مقطع سابق للشرح، والشرح اللي وضحناه شرح الجبل. شرح الجبل يختلف عن شرح السهل في الساق، يختلف عنها في الساق، لأنه يطلع الساق قد يكون أعوج أو يكون مائل أو يكون حاذي للجبل فلا يبين ساقها. أما بالنسبة للشرح السهل فهو موجود عندنا ذا الحين، وبمر عليه ونشرح ونجيب الفرق ما بين شرح السهل وشرح الجبل. الآن نجيب الفرق ما بين الشرح والصريح. الصريح هو نفس فصيلة الشرحة، ولكن هناك فيها فروق. الفروق الجذع التفرع منه الفروع السفلى، وكل فرع الحالة يطلع الحالة، ما يطلع لها ساق واحد، ما تلتف مع بعض، شفت ولا لا؟ ما غصونها وزهرها وريحها وكل شيء منها، فهي نفس الشرحة. يصغرونها كلمة شريحة انها شرحة، ولكنها لا يستفاد من ظلها، ما يجي لها ظل. السيقان هذه كل واحد يطلع الحالة، وهكذا بالنسبة للشريحة. الحين هذا غصنها، اذا صورنا الغصن بنروح نصور غصن الشرحة، نجدها واحدة، البرم واحد، برم يشابه برم السبر، ولكنه كذا ليفي، شكل ليفي أصفر، كل شجرتين. اي نعم.